بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من لبنان اليوم. لقاء سادس يعقد اليوم في القصر الجمهوري بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي خرج أمس من اللقاء الخامس متفائلا، في حين أشارت أوساط متابعة إلى أن حقيقة الأمور لا تدعو أبدا إلى هذا التفاؤل. جنوبيا تدهور الوضع الأمني، حيث أعلن حزب الله استهداف محيط مواقع إسرائيلية في مزارع الشبعة بعشرات الصواريخ. قابله جيش الاحتلال بقصف مدفعي على مناطق جنوبية. وقد نبهت اليونيفيل إلى أن الوضع خطر جدا ودعت الجميع إلى وقف إطلاق النار. هذه التطورات نستعرضها مع ضيفنا المحامي مرهف عريمت. أهلا وسهلا فيك أستاذ مرهف. يعني عدة ملفات رح نتناولها معك أستاذ مرهف، إنما بداية كونه يعني موضوع فرد نفسه بالساعات القليلة الماضية، بالفعل هو الحدث الجنوبي. نعم. وما حصل من إطلاق صواريخ ورد إسرائيلي بالمدفعية، هل تدهور الوضع في شكل دراماتيكي وسيستمر هكذا أم أنه دعوة يعني ضبط النفس بدأت يعني تاخذ مجراها؟ شوفي، صراحة الملفت للنظر هو الكم الكثيف من الصواريخ التي أطلقت من لبنان، خاصة أنه نحن من 2006 لغاية تاريخه كان دائما في فعل ورد فعل محدود جدا. نعم. وبالتالي بعتقد نحن أمام سيناريوهين، أحد السيناريوهين رح يطبق. السيناريو الأول أنه يكون في فعل وردة فعل محدود. نعم. الإطار حتى لو شوي توسع، خاصة أنه في كثافة صواريخ أطلقت مثل ما صار اليوم. تماما. نعم. ولكن يكون محدود بالفترة الزمنية، يعني لا يتعدى 48 أو 24 ساعة. هلأ السيناريو الآخر اللي هو بعتقد شوي خطير، أنه تتحول هذا القصف إلى قصف أوسع ويكون في رد فعل أوسع. هلأ بدك تقولي أنه هل الإسرائيلي لديه النوايا للقيام بذلك؟ أنا وجهة نظري لا، لأنه الإسرائيلي عم يطلع على اللبنانيين، إذا هو بده يحقق إنجازات أو مكاسب ضد اللبنانيين من خلال ضرب الكهرباء، ما أورادي الكهرباء رايحة، بده يطرب الموانئ، ما أورادي السياسيين قاموا باللازم، بده يضرب الاقتصاد، فنحن الاقتصادنا تعبان اكثر، فيها الكم جسر بركة تماما، ممكن تماما للأسف. فبالتالي الاسرائيلي رايه انه يتفرج علينا ونحن عم ننهار اكثر لصالحه اكثر. هلا الموقف حزب الله هون يمكن يكون عنده مصلحه انه يتوسع الضرب لاستجلاب التعاطف الخارجي، لا شوي يفك الازمه اللبنانيه، خاصه انه بيئه حزب الله تعاني كثيرا مثل ما تعاني البيئة اللبنانية ككل، فيمكن هيدا يرخي بظلاله. بس وفي عندنا كمان مسألة أساسية اليوم، قصة النقاش حول ما حدث مؤخرا بين إيران وفيما يخص الزوارق اللي تم السيطرة عليها، وفي نقاش بالأمم المتحدة حول هالموضوع، فممكن يكون له ارتباطات خارجية أيضا. لفت النظر كمان يعني على الملفات الإيرانية. يعني حضرتك ذكرت أنه حزب الله يعني قد إذا بحال لجأ لتصعيد الموقف أكثر من أجل استجلاب يعني الدعم الخارجي. يعني يصير في تعاطف عربي، ممكن يكون في كمان يعني دعم خارجي بحال اعتبروا حزب الله هو من غامر مثلا أو استعمل بنهاية المطاف. حزب الله غامر بال 2006 ودائما كان عم يغامر بمصلحة اللبنانيين، ولكن بنهاية المطاف في دول عربية قد تتعاطف، في مجتمع دولي قد يتعاطف مع لبنان، وهذا يمكن يريح حزب الله بالداخل اللبناني، فكمان قابل للنقاش هذا الموضوع. ولكن أنا هيك لفت لي نظري شغلي، أنه التصعيد اللي حاصل من الصباح الباكر لحديت هلا، وتحرك الحكومة الإسرائيلية والكيان الصهيوني بهالموضوع، نحن الموقف الرسمي هو سكوت وصمت غريب. يعني للمجلس الأعلى للدفاع طلع أي بيان لحديت هلا قبل ما فوت على الاستوديو، ولا قصر الجمهوري حكي بأي موضوع متعلق بالأزمة، وكأنه المسألة متروكة لحزب الله وما في بلد وما في سلطة وما في دولة، أو أنه بعضهم ضمن يعني تجميع المعطيات. بس ما هذا اعتداء على لبنان، ما عم يصير يعني اعتداء على هواي ولبنان بده يطلع شو عم بصير، في اعتداء على الأراضي اللبنانية، يعني بغض النظر يعني شو رح يكون موقفه، بس مش من غير المقبول الصمت، من غير المقبول السكوت أمام هول ما يحدث، أمام قيام العدو الإسرائيلي باجتماعات حكومية مصغرة وواسعة، وقيادة الأركان اجتمعت ونحن بعدنا نايمين ما كأنه في شيء. يعني هذا في للأسف هذا دقائق ويطلع إن شاء الله هذا جزء من الأزمة اللبنانية، إنه في عنا دولة غايبة بكل الملفات، وحتى بملف
الصراع بيننا وبين إسرائيل. يعني بتفضل أنه لو دعا يعني أو تمت دعوة المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع عاجل مثلا اليوم تماما بالحد الأدنى لتصريف الأعمال مثلا بالحد الأدنى أنه نجتمع نشوف شو عم بصير بالبلد نطلع بيان بغض النظر شو رح يكون الموقف البيان أو مع أو ضد أو أي شو الاتجاه تاعه، ولكن من غير المقبول أنه يكون في صمت كل هالقد. صار للقصة أكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات وبعد لهلأ ما صار في أي موقف رسمي من لبنان. تؤيد بهذا الموقف بهذا الوضع أنه تجتمع حكومة تصريف الأعمال ويكون في اجتماع لمجلس الوزراء؟ طبيعي، لأنه في أمور كلها الأد حساسة وفي اعتداء على لبنان، يجب أن تجتمع هذه الحكومة للبحث بما يحصل بالحد الأدنى. يعني طيب أستاذ مرهف، كان في يعني توقع أنه حزب الله بده يرد يعني على الشيء اللي صار فجر أمس، يعني كمان على الاعتداء الإسرائيلي، هذا كان أمر متوقع أم أنه لا؟ يعني أنه شوفي، هو أمر متوقع ولكن كثافة يعني الصواريخ وكثافة الرد هو الغير متوقع صراحة. يعني دائما بين 2006 للآن كأنه كان في نوع من ربط النزاع ما بيننا وما بين إسرائيل، وهذا الربط النزاع بيصير بيتخلله ببعض التجاوزات ولكن تكون محدودة. هاي المرة التجاوزات شوي كانت أكثر من ما هو معتاد عليه الواقع اللبناني من 2006 لهلا. كرمال هيك في علامات يعني استفهام كبيرة حول ما يحصل في في لبنان. تعتقد يعني صار في نسف للقرار 1701 اليوم؟ خلينا ننتظر، أنا رأيي ننتظر. عامل الوقت هو أساسي يعني لتحديد ما إذا كان هذا الصراع رح يتوسع أكثر ولا هو محدود. أنا هذا هو وجهة نظري. بس ترجح فرضيتك الأولى، يعني حضرتك عرضت فرضيتين. نعم. الأولى وثانية أنه توسعية أكثر، إنما أنا أرجح الفرضية الأولى تماما. نعم، اللي هي تماماً. إنه وإن كانت أخذت شوية بعد توسعي ضمن إطار المناطق اللي عم يصير فيها ضرب الصواريخ، إنه مناطق عم تكون غير مأهولة يعني بالسكان. تماما هيدا. طيب لكن نتأمل أنه ما يكون في إن شاء الله الله يحمي لبنان ويحمي اللبنانيين أكبر يعني بالنسبة للوضع. يعني لبنان يكفي اليوم من المعاناة اللي عم نعيشها. يعني حدث ولا حرج، شو على شو ولا على شو يعني بده يكون يواجه. مننتقل للمحل ما حصل، يعني كنا بعدنا عم نحيي ذكرى 4 آب وهيدي الكارثة التي حلت بلبنان، وشفنا يعني غضب اللبنانيين وتحديدا غضب أهالي الضحايا. رح نقدر نوصل لنتيجة في نهاية المطاف بالنسبة للتحقيق؟ شوفي، رح أقول لك للأسف صار مارق تقريبا عام على هذا الحدث، إلى غاية الآن لم نحصل على إجابات شافية سواء بالنسبة لأهل الضحايا أو بالنسبة للبنانيين ككل. دائما مسار التحقيق عم يتجه نحو المسؤولين عن الإهمال أو الخطأ الوظيفي الذي قاموا به من خزن هذه الكمية من نترات الأمونيوم. ولكن فعليا إذا بدنا نوصل نحن للنتيجة الفعلية الشعب اللبناني بده إياها، بدنا نعرف مين جاب هالنترات الأمونيوم، بدنا نعرف مين استخدم هذه النترات الأمونيوم كل هالسنوات حتى نقصت الكمية. يعني تقرير الـ FBI بيقول أنه في 2400، وبيقول بنفس الوقت أنه الكمية اللي تمت تفجرت هي 400. طب الـ 2000 وين راحوا؟ طب هيدا تساؤل كبير. ما لو كان بعضهم هدول الـ 2000 كمان وانفجرت كل هالكمية الـ 2000، شو كان صار؟ ما كانت أكيد كان صار مجزرة كبيرة. ولكن نحن الهدف من معرفة هيدا الأمر شو النتيجة اللي بدنا نوصل لها؟ بدنا نوصل أنه في بعض المرافق في لبنان، سواء مرفق بيروت أو المرافق الأخرى أو المطارات الموجودة اللي هي مطار بيروت اللي عم يستخدم المطارات الأخرى كانت تستخدم، قد تكون يستخدمها البعض لغايات معينة ولأجندات معينة. إذا تم الكشف بالوقت الحالي عن مين الذي أحضر الأمونيوم ومين الذي استخدمه، بعتقد رح نكشف كتير أمور قضايا مهمة. بيكون كشفت يعني القضية كلها بحال عرفنا يعني هذا كشفت الأمر. القضية ويمكن باب لكشف قضايا أخرى كل اللبنانيين ما عارفين فيها. بس بنفس الوقت في وتيرة كمان بدنا نقول وتيرة بالتحقيق عم تكون شوي ضعيفة، وهيدا عم يخلي أهل الشهداء يكونوا منزعجين ومتضايقين من اللي عم يحصل بالبلد وبهذا التحقيق. أنا ما بدي حط الحق على القاضي بالطار اللي عم يقوم بواجب رائع وبعمل رائع وجبار، ولكن إمكانية القضاء اللبناني منا إمكانيات كل هالقد ضخمة للبحث
في ما تخفيه هذه المواد، خصوصا يمكن ما عم بيكون في تعاون خارجي بالنسبه للاقمار الاصطناعيه. بعتقد هون نحن يجب التوجه الى تحقيق دولي، الوصول الى تحقيق دولي هو رح يكون الباب الاساسي لنقدر نوصل للنتيجة. بس كنت بعدك لحديت هلا يعني عم تشكر بأداء القاضي أكيد بيطار. عم نشكر بأداء القاضي بيطار، ودورنا نحن وقف كلياتنا حده، ولكن القاضي بيطار سلطته محدودة وقدرات القضاء اللبناني محدودة، والمعوقات اللي عم تكون قدام قاضي بيطار المتعلقة بحصانات البعض كمان عم تخليه يتقيد، فبالتالي هذا الملف إذا نشيل منها إيد القضاء اللبناني ونوضع بإيد القضاء الدولي، بعتقد هون رح نقدر نوصل لنتيجة قد تكون شبيهة بالنتيجة اللي وصلنا لها بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان اللي هي متعلقة باختيار رئيس الشهيد رفيق الحريري، واللي فعلا اتهم فيها سليم عياش اللي هو وراء هذا الاغتيال ومن وراءه اللي هو حزب الله. بالنهاية الكل بيعرف صار انه سليم عياش طالما قام بهيك جرم فبالتالي حزب الله هو الذي انه هو يعني منتسب الى حزب تماماً الله وليس تماماً اي حزب اخر. طب كمان ضمن هيدا الإطار وما حصل بأربعة أب استاذ مرهف، يعني تفضل التحقيق الدولي أو أن نذهب إلى تحقيق دولي، إنما التحقيق اللبناني يعني قلت يمكن فيه شوية بطء، بس ما تنسى كمان أنه القاضي بيطار كمان يعني أخذ هيدا الملف عن القاضي قبله وصوان يعني، وهون يعني أخذت بعض الوقت. بس أنا في تساؤل أنا بدي أطرحه، هل القضايا أو الأحداث أو الاغتيالات التي حصلت بلبنان منذ سنوات يعني من الحرب الأهلية لحديث الآن، هل قدرنا نوصل فيها لنتيجة؟ لا، لعدة أسباب، لأسباب أنه في تدخل سياسي بالقضاء بمطارح معين، لأسباب أنه القضاء ليس لديه القدرات اللي هلأ أبحثناها متعلقة برفع الحصانات وكذا، فبالتالي بعتقد هذا هو المخرج الأفضل لصالح اللبنانيين وصالح أهالي الشهداء. بس عندك بلبنان أنه عندك جرائم معقدة يعني كما بتكون وتكشف بعد ساعات، إنما وكأنه الجرائم اللي لها طابع سياسي لا تكشف تماما أبدا، ولا حدا بيقرب لها، ودائما بينطوي الملف وبينحط بداخل الدرج، وهذا اللي نحن ما بدنا إياه. يعني نحن بدنا نوصل لمعادلة داخل لبنان أنه لأي شخص عم يقوم بأي اغتيال سياسي أو أي جهة عم تعمل أي اغتيال سياسي لازم تفهم أنه بنهاية المطاف رح تنعرفي مين أنت، ورح حتى لو صار في طول أمد المحاكمة أو أنه لم يتم عقاب هذه الجهة فورا، ولكن اللبنانيين كلهم رح يعرفوا بالنهاية مين قام بهذا الفعل، وهذا هو الصراحة اللي نحن بدنا إياه. بس أستاذ برف يعني إذا بتذكر بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمطالبة بالمحكمة الدولية من أجل الوصول إلى الحقيقة، وكان في نتيجة يعني أخذت سنوات وبالفعل إنما كان في نتيجة لهذه المحكمة، ليه؟ لكي تكون يعني عبرة، بس ما وجدنا وكأنه هل عم بقوم بالاغتيالات أو هيدي الجرائم أخذ عبرة لأنه استمر هذا الشيء. هلك يعني ليش؟ لأنه اللي عم يقوم بهذه الجرائم واللي قام بجريمة اغتيال رفيق الحريري، شهيد رفيق الحريري، هو قوة عسكرية وتعتبر زراع عسكري ليس في لبنان فقط وإنما بالمنطقة، يعني إمكانية محاكمته أو وضعها ضمن إطار عقوبات هو إمكانية صعبة، ولكن هذا لا يعني أنه تفلت من العقاب، هذا لا يعني أن لا توجه إليها الاتهامات أنه قامت وأخطأت ضمن بحق اللبنانيين هون أو أخطأت بحق الناس، فبالتالي حتى لو برجع بقول حتى لو كان أمد العقاب أو أمد المحاكمة طوال، ولكن بالنتيجة بدنا نوصل فيه ما بيصح إلا صحيح. بس هون أكيد لابد أنه نلفت النظر يعني أنه حزب الله حضرتك يعني ذكرته كمان اعتبر هو هذه المحكمة مسيسة وما بيوثق بنتائجها طبيعي، يعني شو مستنظرين نحن من نيل من حزب يعني الله ولن نحن شو مستنظرين من القاتل، يعني هل شو مرة كنا أمام قاتل يعترف بجريمة القتل تاعته؟ هذا شيء طبيعي، يعني مستنظرين هالموقف، ونحن برجع بقول انه بما انه حكينا عن جريمه الرئيس رفيق الحريري والمحكمه الدوليه، هي مش هدفها الانتقام وانما هدفها انه نقول انه ايها القاتل نحن نعلم من انت، وانه يجب ان تتوقف هذه السلسله الاغتيالات السياسيه، ولكن الوضع حزب الله وقوته المحليه وقوته العسكريه الاقليميه وارتباطه بايران يجعل نوعا ما محصن هيدا التحصين، قديش رح ياخذ مدى وقديش رح يبقى، بعتقد عامل الوقت رح يكون يجاوب على هالموضوع، خاصة انه ما في
قوة عسكرية عشناها بلبنان، ما في قوة عسكرية مهما قويت أو مهما امتدت شراستها وإلا إلى كان نهاية. شفنا كان الفلسطينيين بلبنان شو صار فيهم، والأحزاب اللبنانية اللي شاركت بالحرب الأهلية وين أصبحوا وكيف صاروا. فبالتالي إلى المدى الطويل إن شاء الله الوضع اللبناني ووضع حزب الله لن يبقى على ما هو عليه. طب بحال صار الأمر نفسه مع تحقيق دولي يتعلق بانفجار 4 آب، كمان بحال يعني لجأنا للتحقيق الدولي كمان راح يكون الاتهام أنه هذه محكمة راح تكون محكمة سياسية، وكذلك الأمر لن نقبل بأي نتيجة ولن نخضع لأي نتيجة. اللي بده يطرح أنه هذه المحكمة هي محكمة سياسية راح تبلش تصار عليه علامات الشك. فأي جهة سياسية هذا بحال وصلنا لأنه بحال وصلنا لهالموضوع، ولكن نعم. إذا أنت فعلا منك خايفين وما في عليك أي شيء تنزل وبتروح عند التحقيق وبتعطي إفادتك وما بتخاف من أي شيء، خاصة أنه معروف القضاء الدولي لو شو ما حكينا عنده نوع من الشفافية وعنده نوع من المصداقية اللي بيحاول يحافظ عليها أكثر بكثير من بعض المطارح بالقضاء اللبناني، ببعض القضاء اللبناني مش كل القضاء اللبناني. نعم. طيب يعني هو هذا بالنسبة للتحقيق الدولي، إذا نرجع للتحقيق اللبناني وحضرتك محامي، يعني إذا ممكن توضح لنا وتشرح لنا اليوم يعني تيار المستقبل عنده كان عم بيعمل جولة وبعده مستمر فيه على القوى السياسية من أجل إقرار اقتراحي تعليق الحصانات، وكذلك بالمقابل كمان في وجهة نظر أخرى لا لابد من جلسة لرفع الحصانات فورا. نعم. يعني المستقبل يعمل وكأنه لرفع الحصانات عن الجميع من رأس من رئيس الجمهورية والباقين، إنما يعني جهة تدعو إلى جلسة رفع الحصانات فورية. هلأ شوفي الاقتراح الرئيسي طالما كله النتيجة فينا نقول نتيجة ذات، هلأ الفرق هو فرق سياسي، هلأ نحن عم نحكي مش عن مزايدات. الاقتراح الرئيس الحريري من الناحية الأولى أنه كان اقتراح فعلا موضوعي وقد وأكيد رح يؤدي إلى نتائج تخدم مصلحة التحقيق وتساعد الرئيس بطار على المضي أكثر بالتحقيق وعدم عرقلته، خاصة أنه هو عم يصطدم قدام عراقيل. تعديل الدستور اليوم، واليوم الكل بيقول لك أنه اليوم ما في أي مجال لتعديل الدستور. شوف يعني. أكيد، وفي بعض الأحزاب هلأ يمكن عم تتزايد بينه وبين الأحزاب الأخرى على أنه نحن بدنا نسعى إلى تعليق هذه الحصانات، ولكن بالمحصلة اللي فعلا بيبين مين بده تعليق الحصانات ومين ما بده هو يصير في جلسة لمجلس النواب وعلى أساسها تقرر في الحصانات أو لا. هلأ المزايدات اللي عم تصير بين الكتل النيابية والأحزاب اللبنية هذا موضوع آخر، يعني مش رح تقدر تسمر أي نتيجة. نحن الرئيس بري بعتقد هو الآن طابي بملعبه أنه يدعي لجلسة لرفع هذه الحصانات، وبالتالي كل حزب وكل كتلة رح تكون قدام مسؤولية، والشعب اللبناني رح يشوف تماما مين فعلا معرف الحصانات ومين عم يزيد. تعتقد رح نوصل لهذه الجلسة؟ رح تعقد هذه الجلسة؟ أنا وجهة نظري ممكن تعقد، ولكن مش رح يكون في نصاب لرفع الحصانات، خاصة أنه في بعض الأحزاب رح تتزرع بزرائع معينة منها استهداف طائفة أو استهداف لمراكز معينة، وبتعرف اللبناني شاطر باصطناع الزرائع والمبررات حتى ما يعني كمان البعض اعتبر أنه قرارات يعني القاضي بيطار كمان استنسابية. ما هو بالنهاية طالما أنت حطيت الملف بإيد القاضي بيطار بدك تعطيه الصلاحيات وتعطيه القدرة على أنه يحقق ويدعي ويحصل على الإفادات التي يراها مناسبة. هلأ إذا نحن ما عجبنا مين بده يبعث وراه ومين بده يحقق معه هيدي مصيبة، لأنه ولا مرة القاضي إذا حكم بده يرضي الطرفين، دائما في طرف بده يكون زعلان وفي طرف بده يكون راضي عن المسار. فلذلك الحل هو أنه إذا ما كان في تحقيق دولي وإذا ما اتجهنا إلى تحقيق دولي أنه كلنا نتضامن ونعمل إلى دعم الرئيس بيطار بالعمل فيه. يعني كل ضغط شعبي رأي عام شعبي يدعم القاضي. الضغط الشعبي أساسي ومهم جدا، ولكن للأسف التجربة من 17 تشرين لهلا بيّنت لنا أنه في أشخاص داخل هذه السلطة لا يأبهون بالضغط الشعبي ولا يأبهون بوجع الناس ومظلومية الناس، وهو اللي يمكن إذا ما تحكموا هلأ التاريخ رح يحكموا. كيف شفت هذا التحرك بأربع آب ومشاركة يعني الشعب اللبناني ووقوفهم إلى جانب أهالي الضحايا؟ تحرك صراحة متوقع،
وهذا الحد الأدنى أنه يصير أنه نجي نوقف بين بعضنا ونتضامن مع ما حصل في لبنان بهذه المجزرة صراحة اللي حصلت. ولكن التحركات الموسمية ما ممكن أنه تحقق نتائج. يعني نحن نعمل تحرك بأربعة آب هلأ ونرجع نعمل تحرك بأربعة آب بعد سنة، هذه كلياتها تؤدي مثل تؤدي إلى نتائج عكسية. مرة من المرات كنتم مستضيفيني حكيت عن أنه أنصاف الثورات تؤدي إلى نتائج عكسية، وهذا هو بالفعل اللي عم يصير معنا، أنه نحن عم نقدر نتحرك نهار يمكن نوقف 6 أشهر 7 أشهر ما نتحرك، وهذا شيء سيء جدا. مثل ما صار بثورة 17 تماما. يعني وصلت هون شو رح تعمل؟ تتركنا أنه نتنفس شوي، نعبر عن غضبنا، ومن ثم نروح إلى أعمالنا ونستكمل حياتنا بشكل طبيعي. وياريت نستكملنا حياتنا بشكل طبيعي، يعني تدهورت كل الأوضاع بشكل دراماتيكي. إيه، وهلأ أصبحت أقصى طموحات اللبنانيين شو هو؟ إنه يلاقي بنزين لسيارته، ويلاقي مازوت للموتور، ويلاقي دواء لابنه أو حليب للأطفال. يعني هذه السلطة عم تدفعنا إنه تعتقد هون السلطة عاقبت الشعب اللبناني؟ أنا وجهت رأيي وصلنا لهون، صار اللبناني ملتهي أو ببنزينات أو بدواياته أو بتأمين. مش عبس، يعني مش عبس اللي عم بصير. مش عبس إنه هلأ اللبنانيين بس عم يفتشوا على الحد الأدنى من يبقوا عايشين. مش عبس أبدا. يعني تخيلي أنت هلأ دواء السعلي اللي هو كان أرخص دواء ضمن الأدوية، دواء السعلي حقه 150 ألف، كان حقه 5000 ليرة. يعني اللي عنده حق، اللي بيقبض حد أدنى للأجور 675 ألف، شو ممكن يجيب لأولاده؟ شو ممكن يعالجون؟ وللأسف في عندك سلطة صامتة وغير آبها بما يحصل للبنانيين. صراحة استعرض شو عم بصير هلأ بدوائر الأمن العام، بتلاقي طوابير الناس اللي عم تحاول تاخد جوازات سفر لأنه هدفها الفعلي هو السفر من لبنان، تشتغل برات لبنان. صحيح. وأنا بدي أحكي هيك يعني ألاف بدي أحكي مثال عن أحد اللبنانيين، يعني أحد الأشخاص اللي على جوازات سفر حتى لو مش مقررين لوين بدهم يهاجروا أو لوين بدهم يروح. أنا رح أقول لك، في أحد الأشخاص اللي بعرفهم مهندس كان بلبنان، سافر إلى إحدى دول الخليج عم يشتغل على ستاند بمول. ليش؟ لأنه بده يهرب من البلد، بده ياخذ أي شيء برا، بده يخلص من ما يعيشه من مأساة. في تهجير للبنانيين ممنهج، هذا التهجير من وراءه في سلطة وراءه يجب أن تعاقب صراحة. يعني اللبناني يعاني كثيرا الآن، والأزمة مش بس على الصعيد الداخل اللبناني، حتى على الصعيد اللبنانيين اللي هم بالخارج. نعم. التعامل مع اللبنانيين بالخارج اختلف. قبل كانوا يجوا يعطونا، بيعرفوا انه الحد الأدنى للأجور هو 500 دولار، هلا بيعرفوا الحد للأجور 50 دولار، بيقول لك خد هال200 دولار بتعيش أهلك بلبنان بعيشة جيدة. فبالتالي عم نعاني حتى برات لبنان، وللأسف ما في سلطة عم تسمع. السياسي الموجود انعكس سلبا حتى على اللبنانيين الموجودين في الخارج، اللي كان بالفعل مثل ما قلت يعني ينظر إلى اللبناني كان بطريقة، واليوم ينظر إليه بطريقة مختلفة. وبكل البلدان، بكل البلدان للأسف، وهيدا عم يعانوه كل أصدقائنا اللي بالمهجر واللي عم يلمسوا هيدا المسألة. وناهيك عن المواقف السياسية اللي عم تخرج من لبنان، واللي هي كمان عم بتشكل ضغط على أبنائنا الموجودين بالخارج وإخواننا الموجودين بالخارج، خاصة بدول الخليج. يعني بمعنى لما يكون لما كل ما يطلع تصريح من حزب الله أو من أعوان أو حلفاء حزب الله ضد دول الخليج أو ضد المملكة العربية السعودية، أكيد رح يكون في ردة فعل مش إيجابية تجاه الناس اللي عم يشتغلوا بالخارج. وللأسف ما في مسؤولية، وما في حدا عم ينتظر عم يطلع بما يحصل، ونحن عم نتحول نوعا ما الى النموذج الايراني. عم نتحول، بدنا نحكي بالملف الحكومي بعد. نعم. شوي. لذلك يجب التنبه جيدا لمن سيتولى حقيبه الخارجيه يعني بهيدي الحكومه العتيقه. ان شاء الله ما يكون مثل اسلافه بالفترات يعني يقدر يصلح العلاقات تحديدا يعني مع الدول العربيه وبعتقد بس الدول هو الخارجية. مش الملف الخارجي هو الصعب، رح تكون الحكومه ككل. يعني الحكومه كلياتها اذا جاءت مسيطر عليها من حزب الله، مش رح تلاقي السعودي ولا الخليجي عم يدعم لبنان. لبنان رح يبقى خارج عن الأجندة السعودية والخليجية طالما ما هو مسيطر عليها من يعني حزب. رح نحكي عن ملف الحكومي. نعم. خلينا نتركه لبعد هيدا الفاصل، محطة إعلانية ونتابع.
نتابع حوارنا مع المحامي مرهف ريمت. وطبعا استاذ مرهف، يعني صدرت مواقف لسياسيين لبنانيين حول الوضع الدراماتيكي في الجنوب. موقف الرئيس سعد الحريري اعتبر فيه انه الوضع على الحدود مع العدو الاسرائيلي خطر جدا جدا وتهديد غير مسبوق للقرار 1701، استخدام الجنوب منصه لصراعات اقليميه غير محسوبه النتائج والتداعيات، خطوه في المجهول تضع لبنان كله في مرمى حروب الاخرين على ارضه. كذلك أيضا أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب سلسلة اتصالات بهدف احتواء التصعيد في جنوب لبنان عبر الالتزام التام بالقرار 1701. وأكد الرئيس دياب ضرورة عودة الهدوء ووقف الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية والتي بلغت ذروتها يوم أمس من خلال الغارة التي نفذها طيران العدو على الأراضي اللبنانية والتي شكلت تهديدا مباشرا وقويا للقرار 1701. ودعا الرئيس دياب الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل والتزامها باحترام القرار 1701 وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية. كذلك موقف للجامعة العربية، لا نريد للبنان أن ينجر إلى المواجهة بين إيران وإسرائيل. يعني أستاذ مرهف بدأت يعني ترد المواقف تماما. منا كمان المواقف المحلية اللي كنا يعني انتقدت حضرتك أنه ليه التأخير بعد ما صدر أي موقف رسمي. بس هو فعليا وين مجلس أعلى للدفاع، وين رئيس الجمهورية يحكي؟ بعتقد أنا اللي صرح فيه الرئيس الحريري أكيد ضمن الإطار اللي نحن حكيناه، أنه لبنان أصبح منصة للرسائل ما بين إيران وما بين إسرائيل، وهذا للأسف اللي عم بيصير هلأ بالوقت الحالي. بكفينا مآسي بلبنان وبكفي الشعب اللبناني ما يعانيه. عسى أنه يفهموا اللي عم يتصارعوا الآن انه يجب وقف ما يحصل في الجنوب. يعني والله يحمي اللبنانيين يعني بالنهايه بحال هيك اذا كان الامر كذلك، يعني واعتبار وكانه الشعب اللبناني رهينه، يعني يؤخذ الشعب اللبناني رهينه. هو نحن رهينه من 2005 بعتقد، من بعد اختيار رئيس شهيد الحريري، رهينه بيد حزب الله لدى ايران. وصرحوا قبل مره اكثر من جهه او طرف سياسي بايران انه لبنان عاصم من العواصم المسيطر عليها من قبل يعني هذا كان تصريح لاحد المسؤولين الايرانيين، انما كمان اكثر من موقف ايراني بيقولوا فيه انه ولا مره كان لبنان على طاوله اي مفاوضات يعني دوليه او نوويه. هذا الحديث اذا كان صحيح، ليه حزب الله مسيطر على الوضع اللبناني ككل؟ ليش مسيطر على عسكريا؟ ليش مسيطر اقليميا؟ ليش بايده القرارات السلم والحرب؟ ليش بايده قرارات تاليف الحكومه او عدم تاليف الحكومه؟ كل هذه الملفات موجوده بيد حزب الله اللي هو زراعه حزب الله. يعني قوه عظمى يعني اصبحت تماما يعني قوه اقليميه. طبعا بيكون في انه يعني هذا الشيء وهج على الداخل اللبناني. ايه ولكن هذا ما بيخلينا انه نحن نكون موافقين على انه يكون لبنان رهينه بيدهم. مزبوط نحن يمكن ما في بايدنا حيله كبيره ولا قدره، على القليله نحن نطلع هالصوت ونيجي نقول انه نحن نرفض هذه الوصايه، نحن نرفض انه حزب الله مسيطر على لبنان، نحن ندعو حزب الله الى انه يتراجع عن ما يقوم به من افعال ضد الشعب اللبناني وضد اللبنانيين. يعني هيدا لا ينفي ابدا بغض النظر عن قوته العسكريه وقدرته ويمكن عدم قدرتنا على مواجهته عسكريا، وهذا امر واقع. يعني صراحه نحن دائما بنقول انه اللي بيحمينا واللي بيردع اي حدا يخطئ بحق اللبنانيين هو الجيش اللبناني والمؤسسات الامنيه، ومن هون نحن دائما نقوم بدعمهم ونوقف الى جنبهم باي خطوات يقوموا بها. بس اذا الجيش اللبناني راضي يعني بما بستبعد يعني ان يكون الجيش اللبناني اليوم راضي، ولكن الجيش اللبناني عم يكون مثل شيف دوركستر، يعني عم يحاول قد ما في ينظم الامور، لانه في قوه عسكريه انت قلت انه هي جدا قويه وعندها ازرع باليمن وعندها ازرع بسوريا وعندها ازرع بالعراق، فمجرد انت تصمدي هذا بعتقد انتصار. طب اليوم حيال الشيء اللي حاصل بالجنوب، يعني عندك اعتداءات اسرائيليه، يعني شفنا اليوم كيف رد حزب الله عليا، يعني يضع حد لهذه الاعتداءات. طب ما هذا كمان يعني امر كان الجيش اللبناني يعني كان رح يرد بهذا الشكل. ما فينا نجي نقول انه الجيش اللبناني يتوجب عليه القيام بهذا الرد، لانه اذا رد الجيش اللبناني صارت حرب مباشره ما بيننا وبين اسرائيل، لذلك يعني هذه المقاومه ما صارت غير ضروره غير اليوم. مطلوب. لا بعتقد يعني انا ما بدي برر للكيان الصهيوني ما قام به، اكيد ما بدي اكون بهالموقف، ولكن صار في اطلاق صواريخ، صار في رد من قبل الاسرائيلي، ومن ثم حزب الله رد بالمقابل. انا ما بدي برر للاسرائيلي، واكيد نحن بنهايه المطاف بغض النظر عن خلافاتنا الداخليه وبغض النظر عن اي شيء،
لا نقبل أن يتم الاعتداء على لبنان، ولا نقبل أن يحصل أي خرق للسيادة اللبنانية، هذا بطبيعة الحال، ولكن بنفس الوقت لا نقبل أن يكون لبنان صندوق بريد لرسائل، ليرسل رسائل من لبنان إلى إسرائيل لمصلحة إيران أو لمصلحة حزب أو محور معين. نعم. بالانتقال إلى الملف الحكومي أستاذ مرافق، معقول تتعرقل كمان أكثر وأكثر بعد الشيء يعني هذه التطورات الجنوبية؟ شوفي أنا يعني بالنسبة لي المفترض أن يكون في اليوم لقاء سادس بقصر بعبدة بين الرئيس. تمام. أنا بالنسبة لي في عندي ثلاث مقاربات لموضوع الحكومة. المقاربة الأولى هي المقاربة اللي تصدر عن رئيس نجيب ميقاتي والرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين، اللي هن بدهم يحاولوا يوجدوا صيغة وزراء اختصاصيين، هو الوزراء الاختصاصيين يكون دورهم فقط لجم هذا الانهيار ومحاولة إعادة التوازن الاقتصادي بالبلد، خاصة أنه ما ممكن نحن نتلقى أي مساعدات خارجية إلا ضمن هذه الصيغة، وكل الدول الاتحاد الأوروبي وفرنسا وأمريكا كانوا عم يتحدثوا ضمن هذا المعطيات، وبنفس الوقت هي رسالة إذا كانت تشكلت ضمن هذا الإطار، رسالة إلى دول الخليج وإلى المملكة العربية السعودية أنه هذه الحكومة مش مسيطر عليها من حزب الله. هلأ المقاربة الثانية هي مقاربة موجودة لدى رئيس الجمهورية ولدى صهره، هي مقاربة شخصية، هو ينظر إلى تأليف الحكومة من زاوية تأمين انتقال سلس للحكم من رئيس عون إلى الرئيس إلى جبران باسيل، إن شاء الله ما يصير رئيس، إلى جبران باسيل، لأنه بيعرفوا تماما أنه هذه الحكومة من بعد انتهاء العهد هي رح تستمر بتصريف الأعمال، وبالتالي قد نكون بفترة شبيهة بالفترة اللي عشناها وقت أيام انتهاء ولاية رئيس يعني هذا الأمر مع الرئيس ميقاتي أيضا رح يكون يعني لا مع الرئيس الحريري، قال الرئيس الحريري في مشكلة شخصية على كل طرف كيف عم يكون المقاربة تاعته. نعم. الرئيس نجيب ميقاتي ما في يتنازل عن السقف اللي وضعه حكومات رؤساء الحكومات السابقين والرئيس سعد الحريري، خاصة كمان أنه عنده وضع طائفي معين وعنده انتخابات جاية على الأبواب. وفي مقاربة ثالثة أنا كتير بهمني هيدي صلت الضوء عليها، هو أنه هيدي مقاربة حزب الله يمكن الغير معلنة، وهي التالي: حزب الله من 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 مصلحته أن يوحي ويؤكد للرأي العام اللبناني والدولي أنه في أزمة نظام، ويجب أن يتم إعادة النظر بالنظام القائم بالدستور الطائف القائم. لماذا؟ لأنه هو يرى أنه هو الأقوى في لبنان شعبيا وعسكريا، وهو منتصر محوره في المنطقة، وبالتالي يمكن أن يفرض شروطه على أي نظام جديد ممكن أن يحصل في لبنان، وأكيد يحقق الحلم اللي هن دائما يسعون إليه اللي هو المثلث. بس هذا الأمر اللي مرفوض يعني من المسيحيين، يعني حتى لما طرحت حكومة من ثلاثة ثمانات سارع يعني الوزير جبران باسيل إلى رفضها فورا وكأنها مثلث مقنعة. هيك طب بحسب مصر هو دائما خطابات جبران باسيل هي أنه بيكون بمطرح ولكن فعله بمطرح آخر، يعني إذا فعلا أنت بس هي المثلث مش مرفوضة من الفريق المسيحي؟ أنا ما بعرف، يعني أنا بالنسبة لي الطائف أعطاهم مناصفة رح يقبلوا بالمثلث. جبران باسيل والرئيس عون إذا كان وافقوا له حزب الله على شروطه مش رح يعطيهم مثلث، بيعطيهم ثلاث أرباع الحكومة. يعني إذا وافقوا على أنه يتولى هو رئاسة الجمهورية من بعد عمه كمان ما تستبعد يبيعوا كثير هذا أمر يعني لبعد يعني لا يجي وقته، يعني لا أنا رأيي مش ليجي وقته، بالعكس دائما نحن بلبنان سنتين الأخيرتين يشكلان الصراع الأساسي. إذا كانت الأمور طبيعية بس نحن لك اليوم يعني لبنان بأي وضع؟ مين اليوم قادر يفكر بانتخاب رئيس بعدنا حكومة ما شكلنا إنه عشر؟ بالنسبة لأي مواطن صالح يسعى لمصلحة البلد، بينما بالنسبة للتيار الوطني الحر وجبران باسيل مصالحهم مختلفة عن مصالحكم. يعني كمان انتخابات نيابية كمان قبل. تماما، بهمهم أنه يشدوا العصب، بهمهم أنه يوحوا للعالم أنه نحن عم نحصل حقوق المسيحيين، مع انه هذه كذبه كبيره. هل حقوق المسيحيين عم تتحصل انه ثلاث ارباع المسيحيين عم يهاجروا برات لبنان واللبنانيين بشكل عام؟ يعني تماما بس انا بس لانه يشار الى حقوق المسيحيين يعني الوضع مأساوي على الجميع اليوم على تماما كلياتنا هلا بالهم واحد كلنا بالهوى سوا 100%. فهالحديث كلياته محاوله شد العصب المسيحي من قبل جبران باسيل، وهيدا النتيجه شو؟ نتيجه افلاس، لانه ما عندهم القدره انه يسوقوا اي مشروع، يسوقوا اي فعل يقدروا يشيلوا لبنان من الازمه اللي هو فيه وينهضوا فيه، فبالتالي يلجؤوا الى الامور الطائفيه والامور المذهبيه حتى يحاولوا يشدوا العصب.
بس انه حضرتك عم تقول انه عم بيضعون عناوين استرداد حقوق المسيحيين، بس هذا الامر الا يطبق اليوم يعني بتشكيل الحكومه؟ انه بالفعل يعني ليش الطائفي مثلا الطائفي الشعيبي تكون مع وزاره الماليه؟ ليه ما بتكون عند يعني عند ليه ما بيكون في مداوره؟ طب انا بدي اطرح شغله، طالما انه هن يعني عم يطرحوا هذا الشيء يعني ممنوع عليهم. طب انا بدي اقول شغله، انه طالما عم يطرحوا هن مساله وزاره الماليه لشيء علي، انا ضده اصلا. انا مع مبدا انه ما في اي وزاره لاي طائفه، حتى دستور يعني طبيعي ما بينص على هالموضوع. ولكن خلينا نفترض انه اذا الازمه تعيد الأزمة رسمة الرئيس عون وجبران باسيل أنه بدهم المداور وما بدهم حكومة وزارة المالية للشيعة، يتفضلوا يروحوا عند حلفائهم يحكوا معهم. محليفهم هو اللي عم يطالب فيها، حزب الله هو اللي عم يطالب يعني فيها، هذا مسؤول يعني فيها. ما بعرف اذا كمان طرح هذا الموضوع بلقاء الرئيسين عون وميقاتي، انه الرئيس ميقاتي قالوا للرئيسان طالما يعني بدكم الماليه لماذا لا تطلبوها من حزب الله؟ تماما، هو حليفه يعني حليفه اللي مغطاه بكل الخطايا اللي مرتكبها بحق اللبنانيين. يعني حزب الله لو فعليا بده حكومه كان في يضغط على عون ويضغط على باسيل لتشكيل الحكومه، وهذا اللي صار صراحه قبيل تشكيل حكومه حسان دياب، ضغط حزب الله وشكلت الحكومه ب 48 ساعه. فبالتالي حزب الله هلا تارك ما عم يلجم عون وتاركه. فاذا بعون فعلا يرى انه بده انه هو مشكلته بس مع حقيبه الشيعة، لما بدك تشكل حكومه يعني هو ما يزيد تشكل حكومه من فريق واحد بصير يعني بصير الامر سهل، غير ما يكون في كل الافرقاء يعني. طيب يتفضلوا يتفضلوا يشكلوا حكومه، ما شكلوا يعني اذا اليوم يشكلوا حكومه من طرف من لون واحد بتتشكل، ما فيها المشكله. طب ما في عندنا تجربه حسان دياب تشكلت من لون واحد، وين وصلنا؟ يعني فتنا بالحيطان الاقتصادي، لا مش خلوها يعني اقتصادية. كمان كانت هذه الحكومة بالفعل يعني كانت منكبة على إيجاد حلول وكانت تعمل. أنا وجهة نظري لا أي يعني تعمل يعني الاستقالة لما اللي لما توقفنا عن دفع اليورو بون شوفي وين صرنا. هذا يعني كمان من الأخطاء. طب وين الخطوات؟ طب ما هيدي مش خطأ، هيدا خطيئة بحق اللبنانيين ككل. يعني وإن كان اللبنانيين وبعض عم بيهللوا لهذا القرار بوقتها يعني كانوا كثير مبسوطين فيه. ما هو وين المشكلة عندنا ببعض المطارح؟ في عندك مرات قرارات شعبوية، هيدي القرارات الشعبوية الرأي العام المتواضع اللي مش كثير على اطلاع عن خفايا هذه الأمور وبيمشي فيها وبينبسط وبيزقف، مثل وقت سلسلة الرتب والرتوات بكل العالم زقفوا، وآخر شيء وصلتنا لوين؟ رغم كل التحذيرات اللي صدرت تماما. فبالتالي القرارات الشعبية دائما هي قرارات بندفع ثمنها كتير غالي على صعيد الاقتصاد وعلى صعيد السياسي، وهذا اللي للأسف كان عم يعمله الرئيس حسان دياب. يعني كان بده يحاول يعمل من نفسه بطل قدام اللبنانيين وبده يحصل حقوق اللبنانيين وما يدفع وما يدفع الاحتياط يعني. لا والحلو انه نحن كان علينا التزامات باليورو بوند، دفعنا دوبل تاعيتها على الدعم اللي هو ما اللبنانيين نصفهم ما استفادوا منه، الدعم اللي هو ثلاث ارباعه كان عم يطلع على سوريا. يعني كمان في سوء معالجة للملفات كبيرة. هيدي الحكومة من اللون الواحد اللي حضرتك عم تحكي عنها بدهم يعملوها، تفضلوا يعملوا حكومة بحال جديدة. أنا لو شكلت حكومة ما كان حيكون في هيدي العرائية، يعني كانت تشكل بمثل ما قلت ب 24 ساعة. أنا رأيي الحكومة يجب أن تشكل، يجب أن تكون تتوافق مع الشروط اللي عم يوضعها المجتمع الدولي، تتوافق مع الشروط اللي عم توضعها الدول العربية، لأنه هن اللي هي اللي بدها تساعدنا صراحة. يكون في شخص يتولى إدارة هذه الحكومة يكون عنده قدرة على القيام بهذه الإصلاحات وهذه التغيرات، بينما نحن نجيب شخص بس لأنه معه شهادة دكتوراه، هذه مشكلة كمان إنه بس نجيبه بس كرمال يتولى ملف وهو ما عنده تجربة أبدا فيه، ونحن ما عندنا طرف الوقت هلا. فهذا هو اللي عم بيعانيه صراحة الشعب اللبناني ككل. طب استاذ مرهف، متفائل انه الرئيس ميقاتي انه يشكل حكومه قريبا، انه او انه لا بدها تاخذ وقت؟ والرئيس ميقاتي كان وضع يعني فتره لإله ما راح تكون مفتوحه يعني بحسب كلامه. انا اتمنى انه يشكل الحكومه رئيس ميقاتي، لانه في ملفات كبيره يجب ان يتم معالجتها، وهذه الملفات بحاجه لحكومه. ولكن واقع الحال الشروط المطروحه والامور اللي حكيناها والشروط المضاده والوضع الإقليمي ككل وعدم استعداد أي دول عربية تدعمنا إذا ما في حزب الله، وعدم استعداد حزب الله ما يشارك بالحكومة. هلا الدول العربية ما يعني ما أعلنتها صراحة إنه نحن بندعمكم إذا حزب الله مش بالحكومة، ما بتتدخل بهذا الشكل. هو مش ضروري تعلنها، ما واضح المسار وسياساتهم، واضح إنه أنتم حزب الله طالما هو موجود أنا مش رح أتدخل بالشأن اللبناني، واضح مسار. يعني حتى بفترات ماضية كان حزب الله يكون مشارك بالحكومات وكانت الدول العربية داعمة. الموقف السعودي من 2010 إلى الآن يختلف عن موقفها قبل 2010.
كانت السعودية بالرغم من كل ما يحصل من لبنان ظل عم تدعمه، يعني ولكن مع القيادة الجديدة، القيادة الجديدة رؤيتها مختلفة وتطلعاتها مختلفة، وأنا بمطرح أتفهم القيادة السعودية إنه نحن كيف بدنا ندعم دولة حزب أساسي فيها ومسيطر عليها يوميا بسبنا، يعني شو هالمنطق؟ هلا يعني ما عاد في اخر فتره لا ما عدنا نسمعنا، يعني لا انا رح اقول لك شغله من يومين وقت احداث خلده، وقت اللي صارت احداث خلده بتتابعي انت جريده الاخبار او اذاعه المنار او تلفزيون المراه، بتلاقي انه كانوا عم يقوصوا على السفاره السعوديه انه هي خلف ما حصل في خلد. لانه يمكن العشائر العربيه اللي بلبنان كمان يعني عندهم لا لا ما هيك دعم، يعني لا مش هيك لانه في عندهم اجنده خاصه فيهم، لا مش مزبوط انه العشائر العربيه مدعومه من هن دائما السعودي دائما كان يدعم يعني اللبنانيه كلبنانيه ككل، عندهم حب للسعودي عندهم، يعني هلا مساله حب يعني مش معناتها انه هن طلبوا منهم يعملوا، لا اكيد لا مش السعوديه طلبت تماما، لا هيدي قصه الى سنه يعني سنه واكثر، لا وبعدين ليس لها ليس يعني لها ابعاد بالسقر تماما، نعم. ليس لها ابعاد سياسيه مثل ما عم يحاولوا يحولها، يعني نعم. هي محدوده ضمن اطار سقر وقتل وصار في سقر مقابله، نعم. بغض النظر انه خطا تحصيل الحق باليد هيدا مسألة، بس كمان بدي نرجع شوي من التاريخ انه سنة شخص متهم بقتل شاب من آل غصن بيمشي وبيكزدر وبيروح وبيحضر أعراس ما كأنه في شيء، طب وين الدولة؟ وين القوى الأمنية؟ وين القضاء؟ على رغم مطالبتهم يعني، طب إيه ما هذا الشيء كمان كمان من غير المقبول انه نحن نكون بمجتمع كل هالقد سيب القضية لأنه ما تعالجت من أساسها، تماما وصلنا لهيدي النتيجة. شكرا لك أستاذ مرهف عرايمت، أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم أيضا مشاهدينا وإلى اللقاء.